نفسي كالمهندس خيرت الشاطر، وربما لم يكن في ذهني فيما مضى ان اترشح لهذا الموقع، ولكن انا امثل حزب وامثل جماعه. هذه النهضه بتتعامل مع عدد محدد رئيسي من المحاور. النقطه الاولى هي استكمال بناء النظام السياسي في مرحله ما بعد الثوره، لانه مصر في فتره مبارك كان نظامها السياسي قائم على الاستبداد والفساد. وجدنا ان مصر في اخر 30 سنة وبالذات في المرحلة من سنة 2002 لغاية 2011، اخر 9 سنين، اللي هي بداية ظهور مشروع توريث جمال مبارك، مهم جدا انه في ظل العجز اللي موجود حاليا ان احنا نحمل اكتر على الاستثمار المصري والعربي والاجنبي في تمويل برامج التنمية. هيطلع بعض اصحاب الاتجاهات الفكريه يقولوا ده المهندس خيرت بيقول كل حاجه تبقى فيها خصخصه وبتاع خاص وهينسى البعد الاجتماعي. القضيه يا اخوانا في المرحله الجديده الحاليه لا يوجد امام المصريين بديل غير التركيز بدرجه كبيره جدا على تمويل اكبر جزء من برامج مشروعات التنميه خارج ميزانيه الدوله. انا مشغول بالعمل، مش هقعد اركز على ان انا ارد على فلان بيقول او كذا او كذا، مش من باب الاستهانه يا اخوانا، بس اتعلمت من صغري كده وانا بشتغل في البيزنس والسوق قاعده جميله جدا وبسيطه قوي 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 قوي، ما بتدرسش في كليات الاداره ولا التسويق. حد قال لي انه اللي بيدخل السوق عايز يشتري طماطم وعايز يشتري اي حاجه بيجد ان واحد بيقول حلوه يا طماطم، حمراء يا طماطم، تفاح يا طماطم، ما حدش بيقول ما تشتريش من الجدع الوحش اللي جنب ده. دي كانت أجزاء من المؤتمر الصحفي، أول مؤتمر صحفي يعقده خيرت الشاطر كمرشح لرئاسة الجمهورية. والحقيقة الواضح إن هو يعني بيقدم نفسه كرجل أعمال، كرجل بيزنس ورجل اقتصاد. ده كان المحور الأساسي اللي بيتكلم عليه، هو المحور الاقتصادي، الإنقاذ الاقتصادي، مشاريع النهضة. الحقيقة نتكلم كلام في جزء منه يعني مهم وإيجابي على تنمية الاقتصاد، القطاع الخاص. ناس كتير ممكن تهاجمه على قضية القطاع الخاص، لكنه مدرك كرجل مهتم بالأعمال إن هو أن القطاع الخاص هو أنه يجب أولا عليه أن يطمئن القطاع الخاص في المرحلة القادمة، وأن هو القطاع الخاص هو اللي هيبني المستقبل، وأنه لا يمكن أن يركن إلى القطاع العام أو إلى الدولة. هو طبعا ما جاوبش على أسئلة كتيرة، لكن ده شيء متوقع في أول مؤتمر صحفي له. يعني ما اتكلمش هل هيستمر في منح القطاع الخاص حوافز، هل الأراضي هيمنحها بأسعار شكلها إيه، كل دي تفاصيل ربما لا يجب أن تظهر في أول مؤتمر صحفي، لكن هو اتكلم على التعليم واتكلم على الوضع الاقتصادي، أفكار تحتاج إلى مناقشة تفصيلية. لكن هو قدم نفسه بشكل أساسي كمرشح للجماعة، مرشح لحزب الحرية والعدالة، كرجل للقطاع الخاص، بيتكلم عن القطاع الخاص وعن دعم الاقتصاد في الفترة القادمة. زميلنا خالد صلاح الحقيقة أجرى حوار متميز جدا في جريدة اليوم السابع، نشر اليوم، والحوار يمكن كان في أسئلة أهم كتير مما جاءت في المؤتمر الصحفي. مساء الخير يا خالد. مساء الخير يا لميس، زي حضرتك. الحقيقة بحييك على الحوار، وعايز أقف عند مجموعة من النقط اللي أنت سألته عن قطر مثلا، عن علاقته بقطر، وممكن تقولي إجابته كانت إيه؟ والله هو المهندس خيرت فيما يتعلق بقطر بالذات قال لي إنه قطر شأنها شأن أي بلد آخر، بيكتسب منه مجموعة من التجارب زي ما زيارته لماليزيا أو زيارته للدول آسيا أو زيارات وفود الإخوان للولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، وقال لي إن إحنا بنتعلم تجارب. فأنا طبعًا كلمته بوضوح قلت له أنت متهم بعلاقة خاصة مع قطر، البعض بيقول مرشح قطري إلى آخره. الحقيقة الراجل لأول مرة في الحوار استخدم كلمة أقسم بالله العظيم هذا كلام غير حقيقي. فيعني طبعًا أمام القسم هنعمل إيه بقى؟ قدام القسم أنت كصحفي ما ترفع ايدك طبعا يعني. لكن انا وقفت كمان قدام السؤال اللي انت سالته له، طب وهي ايه التجربه المميزه اللي انا هاخدها من قطر مثلا؟ انا قلت له ايه تجربه قطر؟ يعني هو طبعا عنده يعني انا سعيد بمنطقه، طبعا انت عارفه مدام لبيس انه ان انا مختلف في الناحيه الفكريه مع الاخوان، يعني ما فيش كلمتين بالنسبه لي. لكن ما يميز يعني الامانه تقتضي، يعني عشان نبقى وطنيين بجد لازم نقول اللي لينا واللي علينا.
الامانه تقتضي انه الراجل بيفهم في اقتصاد كويس جدا، وكونه رجل اعمال في حد ذاتها مش مساله معيبه، يعني مساله بس مساله بتثير مش مساله معيبه بس نعم. احنا ضد رجال الاعمال عندما يستثمرون سلطانهم في التربح باسم السياسه، هي دي اللي احنا بنقف ضدها. لكن انت عندك نماذج كثيره من رجال اعمال ناجحين وعاملين ادوار جيده في سواء في مصر او في الخارج، يعني دي في حد ذاتها مش عيب، العيب هو استثمار السلطه لصالح المال. طب هي دي المشكله الرئيسيه. فهو في الناحيه الاقتصاديه الحقيقه دارس عدد من تجارب دول العالم، خاصه في عده مجالات. نمره واحد، ازاي تركيا رفعت استثماراتها، رفعت اسف دخلها القومي اربع مرات في 10 سنوات، وقال لي دي طبعا معجزه وبنتعلم منها. ازاي البرازيل لولا دو سيلفا قدر يقضي على الفساد والاقتصاد يتحول من الفقر المدقع الى وضع اقتصادي مميز جدا للبرازيل، حتى انا تعبت وقلت له بس البرازيليين دول يا دكتور خيرت اشتراكيين، يعني ده اليسار البرازيلي هو اللي عمل كده. فطبعا ضحك قال لي احنا بنتعلم من كل التيارات، ما عندناش اي مشكله مع اي حد ان احنا نتعلم منه طالما بتتحقق من خلالها المصلحه الوطنيه. فالملف الاقتصادي غالب جدا على عقله السياسي، وهو في تقديره انه اي حديث حول الانفلات الامني او معالجه القضايا السياسيه هو يجب ان يكون في النهايه لخدمه الاقتصاد اللي بيحقق مصالح الناس في المدى البعيد. يعني انا بشكرك خالد على الموضوعيه الحقيقه في البدايه، لان طبعا احيانا عندما نكون مختلفين مع الضيف او الـ مع صاحب الحوار بيكون عندنا مشكله الحقيقه في تحري الموضوعيه وان احنا نرجع خطوه لورا، فبحييك على هذه الموضوعيه اللي انا رصدتها بشكل قوي في هذا الحوار المتميز. زميلنا خالد صلاح رئيس تحرير جريده اليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا.